تابعوا برنامجكم شكون غادي يستثمر في مشروعي سبيسيال ستارت اب. اكتشفوا المزيد على الموقع innov.inwi.ma. انوي معكم كل يوم. يوسف كيعشق الرياضيات مشارك معنا في البرايم القادم، عمرو خلى الفشل يوقف قدام طموحه. انا من ديما كنت باغي نمشي ندير كارير في لي ماتيماتيك، ما كتبش في الاخر. كنت باغي نجمع لي انفورماتيك مع لي ماتيماتيك، ما كتبش. يوسف غالم، سن 33 عام، 33 سنه، مولد الدار البيضاء في 87. فاش كنت صغير كنت المهم امتي غيفور، كان يز عليا نشد ورقه وستيلو بدا نكتب دي زيستوار ايماجيني دي موند ايماجينير. تبليت بلي مات برينسيبالمون فاش كنت في ليسي سونس مات في البريبا. سي تري تري رار باش ما كنتش كنجي الاول. مع الوقت هاد لي ماتيماتيك وليت كنحاول نلقى واحد لو لين بين لي مات ولا في صغري. كان عندي تاطير الحمد لله ديال الوالده، انا كانت استاذه وكنت قراي. وليت مهندس ودوزت 3 سنين كمهندس معلومياتي في بعض الشركات هنا في الدار البيضاء. مي مو جي او لا شونس في لو ديبي ديال لا كارير ديالي نعرف بان بلاصتي ماشي هي نخدم عند شي واحد اخر. بلاصتي هي بورتي اون فيزيون، بورتي ان غيف ونتقاتل عليه. اول بيرسون في لونتوراج ديالي كامل اللي غديت له لونتربرونيا هو انا. دونك سيتي ان تي بو فيو دو مانيير شويه بيزار في الاول، ولكن فاش كنت كنبارطاجي بزاف لي ميديا سوسيو لي بوبليكاسيون على البروجي ديالي وهذا، وكنشوف التفاعلات كي دايرين وما لين الدار تما كتشوف التفاعلات وكيبان لهم لي بروميير اوبورتونيتي. الحمد لله كانوا جاو في واحد الظرف وجيز صافي، داروا فيا الثقه ودعوا معايا والحمد لله ربي سهل. اصعب حاجه باش الواحد يبدا ازيرو هي العزيمه، تكون واحد العزيمه قويه بزاف والواحد يدير في راسو الا كان باغي يوصل لديك الحاجه راه غادي يوصل ليها. راه الا ما كنتيش راسك قاصح وكونفيون وعارف اش كدير وزاعم شنو تبقى تسنى، الوقت ما كيرحمش. الفشل واحد التيرم اللي انا ما كنامنش به، باسكو بالنسبه لي الفشل راه فينالمون واحد اللقب مسيء للتجربه والدروس. الوغ في اوقات الصعاب شكون اللي كنلقاو جينيرالمون؟ كنلقاو الوالده. انا الوالده تاعي صراحه ديما كانت حاضره في السراء والضراء، عمرها ما لاشاتني. هي اول سورس دانسبيراسيون، اول سورس دانيرجي عندي في حياتي. كاين كلبي حتى هو صاحبي ما كنتفارقش انا وياه، سي مون ميور امي. وعندي صراحه بزاف ديال صحابي الله يعمرها دار اللي نقول لك بان بلا بيهم عمري ما نكون وصلت لاش وصلت لي اليوم. والحمد لله بروح المثابره ودائما الواحد كيجاهد كيتقاتل عمره ما كيابوندوني. بحال اي ميدان الواحد غادي ينفيستي فيه دو طون راه كتولي كتفهم فيه. فاش كتولي كتفهم وكتكون امبيسيو غيفور كتبغي ديما تفوت داكشي اللي وصلتي ليه قبل، كيولي واحد الشغف واحد لا باسيون. هذيك لا باسيون هي ديال فيغ اونكور بلوس، الي اونكور بلو لوان، تعاون الناس اللي خدام معاهم اكثر، حتى هما تشالنجيهم تحداهم. الخدمه اللي كيصايبوها تقول لهم هذا الشيء راه زوين تبارك الله عليكم، ولكن يلاه نديروا شي حاجه اونكور ميو، شي حاجه احسن. بحكم ان المقاوله تاعي في ميدان الصناعه التقليديه، دابا انا فريمون فو امورو بالصناعه التقليديه المغربيه. اليوم الحمد لله زعما كنحس بان سي لو بون تايمينغ باش هاد لو غيف يولي رياليتي ان شاء الله. فات سكو جو ريشيرش في لي بيزنس انجلز اللي غادي يخدموا معايا ان شاء الله، هو واحد لو كوتي اورغانيزاسيون ستركتوراسيون تاع هاد لونتربريز، كوتي جوريديك وليغال حتى هو يولي بلو سوليد، ايفونتويلمون الكوتي تكنولوجيك باسكو عندي واحد البعد تكنولوجي في هاد الشركه هادي. جو سوي في هاد ليميسيون هادي سورتو بالنسبه لي بون بارتنير اللي حتى هما باغيين يدفعوا معايا هاد المشروع، اللي كيحسوا براسهم كونيكتي لهاد المشروع. الا كانوا معايا زانفستيسور كيوليو تما معايا اون فامي، تما تيوليو اون ايكيب افيك لا ميم فيزيون معايا حتى انا باش نبورتيو هاد البروجي اللي كيغوبريزونتي كوم المغرب ديالنا افيك لي بون بيرسون. غادي نعطيكم موعد الثلاث جاي مع برايم، برنامج شكون غادي يستثمر في مشروعي على قناة دوز. اكتشفوا مبادرات انوي لتطوير المقاولات الناشئة على الموقع innov.inwi.ma. انوي معكم كل يوم.